إذا نحن نعيش مرة التفاؤل لأرضنا من شهر رمضان، اجعله شافعا لنا في قبرنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بفضل الله تعالى اليوم كان أول يوم جمعة بعد قطيعة تقريبا ما يقارب من أسابيع من صلاة الجمعة، فبفضل الله تعالى كان الالتزام رائع جدا من الأخوة المصلين، أخذوا يعني أغلبهم كان مصطحب معه كمامته، واللي ما معه نحن أعطيناه كمامة مجانا، والتعقيم كان على باب المسجد، والتباعد كان بين الصفوف، مسافات الأمان 100%، بفضل الله تعالى، والعالم كانت مسرورة لأنه اشتقنا للجامع واشتقنا لصلاة الجمعة والجماعة. الحمد لله اليوم اجينا على الجامع وفتنا الحمد لله، وكان في التزام كتير من الناس تمام، وكان الحمد لله اليوم في صلاة جمعة وبلشنا رجعنا مثل ما كنا بالأول. الحمد لله هذا فضل من الله يعني سبحان الله. وحطينا كمامات تقريبا، فتنا اول ما فتنا كان في تعقيم وكله كان منظم، وكان في مسافه امان بين كل شخص وشخص، يعني بحيث انه ما حدا يلمس ببعض او يقرب على بعض، يعني كان في التزام من كل الناس الحمد لله. انا مالي خايف لانه اجيت صليت، بس لانه انا هلا حاط كمامه ومتعقم منيح وفي مسافات بين بعض وما في خوف، نحن متوكلين على الله ان شاء الله. لا بكره زعلان.